تحية الأمر كل يعني متابع لجلسات الحوار الوطني، لأن الشباب ليهم دور كبير جدا في هذه الجلسات، جلسات الحوار الوطني، سواء في الجلسات التحضيرية أو المناقشات اللي بيتم أو اللي بتتم دلوقتي من حوارات. علشان كده احنا معانا دلوقتي لقاء، هذا اللقاء أعده زميلنا رجائي رمزي مع النائبة سهى سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ. وفي الحقيقة اللي بيتابع هيلاقي إن التنسيقية دايما بتكون مميزة، ودايما اطروحاتها بيكون فيها نوع من انواع ثراء لهذا الحوار. تعالوا نتابع هذا الحوار. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، طبعا مستمرون في تغطيه لفعاليات الحوار الوطني في يومه الثاني. بالتاكيد تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين لها دور فاعل وكبير جدا في الاعمال التحضيريه للحوار الوطني. هنتعرف على دور شباب تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. بينضم الينا سياده النائبه سهى سعيد، وكيل لجنه السياحه في مجلس الشيوخ، وكمان امين سر تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. سياده النائبه، برحب بحضرتك على شاشه القناه الاولى المصريه. اهلا بحضرتك. يعني لسه كنت بقول ان دوركم دور كبير جدا، مجهود واضح. لسه كنا بنتكلم يعني قبل التسجيل ان احنا في 180 ألف مقترح تم رفعهم للحوار الوطني. كان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان ليها يعني دور كبير جدا في المقترحات والتوصيات اللي تم رفعها للحوار. حوالي 160 مقترح من التنسيقية في كل المحاور وكل الملفات. يعني خليني اقول لحضرتك انه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين احنا عندنا حوار وطني بقالنا 4 سنين، ان احنا منصه شامله لكل التوجهات والايديولوجيات حول مختلف الملفات، وعندي كمان تكنوقراط داخل التنسيقيه، يعني حتى لو مش مسيسين هم مهتمين بالعمل العام، وبالتالي ما كانش عندي ازمه في المشاركه الحقيقه بافكار اعضاء التنسيقيه او الافكار التي تعبر عن التوجهات العامه داخل التنسيقيه. انا شايفه انه الحوار الوطني رغم كل التخوفات اللي كانت مثاره قبل اقامه الحوار، الا انه جاء مطمئن جدا بدايه من جلسات المحور السياسي، والحقيقه كان فيها حاله من حالات الزخم والسخونه كلنا تابعناها، بس هو نجحت جدا، وكان يعني اقدر اقول انه الامانه العامه كانت قادره على استيعاب الجميع، وكان الحقيقه كل الاطراف المشاركه كان عندها اراده لانجاح هذه الجلسات والتعبير عن ارائها والتناول الصحي ان صح التعبير للموضوعات. النهارده احنا في المحور الاقتصادي اللي بعتقد انه يعني محل متابعه معظم المواطنين، لانه الازمه اللي هي المتصدره ماشيه دلوقتي الازمه الاقتصاديه، وطبعا يعني هي بتمس المواطن المصري بشكل مباشر جدا. حقيقة. انا عايز اسال حضرتك طبعا، وحضرتك بما انك يعني مهتمه بموضوع السياحه، والنهارده في المحور الاقتصادي كان كلنا بنتكلم على مناقشه الخريطه السياحيه. تابعتي الاقتراحات اللي تم اقتراحها حتى الان في الجلسه النقاشيه الخاصه بالمحور السياحي؟ ازاي اهم ما لفت نظرك في هذه المقترحات؟ طيب، هو المحور السياحي اعتقد انه كان على اولويات المحور الاقتصادي، لانه السياحه هي تقريبا القطاع الوحيد اللي قادر على ضخ عمله صعبه فورا اذا ما تم التعامل معه بشكل سليم. لاحظت النهارده انه القوى السياسيه مشاركه، واللي كانوا موجودين في المنصه او في دائره الجلسه كان فيهم خبراء ومختصين في المجال السياحي، ويمكن اضافتهم كانت بتعكس تخصصهم اكتر. يعني في طرح تناول على صناعه السياحه والتعامل مع وزاره السياحه على ان هي صناعه وليست وزاره خدميه، وده هيفرق كتير جدا في تقديم الخدمات السياحيه او التعاطي مع الملف، وعلى البنيه التشريعيه حتى للملف فيما بعد، وعلى حصته من الموازنه العامه للدوله فيما بعد. يعني ده هيفرق بشكل كبير قوي. اتكلمنا على تعبير السياحه الدينيه واستبداله بالسياحه الروحانيه، ده كمان هام جدا، لانه مصر ابتدت تدخل بشكل ما من خلال يعني التجلي الاعظم ومن خلال مسار العائله المقدسه في هذا النمط من الزيارات، مش هنقول السياحه يعني. كمان اتكلمنا عن الطيران، لفت انتباهي اكتر من كلمه عن الطيران، واهميه ان يكون عندنا طيران منخفض التكاليف. لفت انتباهي طرح احد يعني القوى السياسيه من الحركه المدنيه عن دمج الطيران، وزاره الطيران مع وزاره السياحه، والحقيقه بنشوف دي من وجهه نظري ان
يعني ده التحرك هام، لانه الملفات المتقاطعه لا يديرها ابدا ان هي تكون تحت مظله وزاره واحده، بالعكس، لانه احنا ازمتنا في مصر ان الوزارات او الجهاز التنفيذي جزر منعزله. فلو في عندي مظله واحده تحتها اكتر من ملف متقاطع في الاخر هيخدم الملف دي، هتكون قيمه مضافه كبيره، لانه الحقيقه انه الوزير هو صنع سياسات، مش بالضروره يكون تكنوقراط. المستوى الاخر المساعدين او النواب او الوكلاء او كده، دول ضروري يكونوا تكنوقراط، ولكن عشان ننظر ليه ان الوزير لازم يكون صاحب اختصاص ونبتدي نلومه على انه مش مختص في ملف معين، اعتقد ده غير صائب. يعني انا عايز اسالك سياده النائبه حاجه ليها علاقه بمردود السياحه، اذا ما نظرنا الى اجمالي الناتج القومي المصري، احنا بنتكلم تقريبا 15% بالظبط. هل النسبه دي من 12 ل 14% حسب التقديرات اللي قالوا عليها؟ 15% تقريبا، من 12 ل 14% يعني تقريبا 13% في المتوسط. يعني اذا ما نظرنا الى تنوع وثراء السياحه في مصر، هل الرقم ده يعكس يعني قوه او ال 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 اقول ايه الوجود او تواجد السياحه في مصر اطلاقا؟ الارقام كلها بعيده عن المستهدف. طيب. يعني حسب وزاره السياحه بتقول عايزه اوصل ل 30 مليون سائح، واتكلموا عن المعوقات 2028، واتكلموا عن المعوقات كمان، بس احنا شايفين ان الرقم ده غير كافي بالنسبه لامكانيات مصر. الحقيقه بتتكلم على 30 مليون سائح، مش كافي بالنسبه لامكانيات مصر. ما اقدرش اقول لك رقم مستهدف، ولكن يعني هو في دول تانية لسه بتبتدي تقول بسم الله الرحمن الرحيم سياحه، حاطه 100 مليون سائح مستهدف، وانا واثقه ان هم ماشيين في بروسيس وفي اجراءات تقدر توصلهم لهذا المستهدف، ومش بالضروره تكون كلها امكانيات ماديه. انت لو عندك بنيه تشريعيه سليمه تقدر توصل لهذا المستهدف، لو عندك يعني اراده حقيقيه و بنيه تحتيه للاماكن تقدر توصل لهذا المستهدف. لو عندك انا اسف يعني في المقاطعه، بس انا عايز اقول لحضرتك، هي بتقول ان 30 مليون سائح بحلول 2028 وهذا هو المستهدف من قبل يعني النهارده احنا عندنا بنتكلم في 16 مليون تقريبا او 15 مليون تقريبا يعني، فاحنا لسه ما وصلناش حتى كمان لل 30 مليون. ده بينقلنا لسؤال اخر، يعني فكره التسويق للسياحه لملف سياحي على الصعيد الدولي شايفاه ازاي؟ يعني هل احنا بنحسن تسويق، نعمل ماركتنج او براندنج لمصر كمقصد سياحي؟ عندنا تنوع وثراء كبير جدا في الأنشطة السياحية، عندنا السياحة الدينية والبيئية أو الروحية والبيئية والعلاجية سياحة الشواطئ، سياحة ثقافية، سياحة. هل إحنا نحسن تسويق ملف السياحة في مصر دوليا؟ بالتأكيد لا، لأنه حتى الإعلانات عن اللي طلعت عن هيئة تنشيط السياحة هي إعلانات مجمعة في الوقت، انه ثبت انه الاعلانات اللي هي اللي بتتكلم عن مقاصد سياحيه بعينها هي الاكثر تاثيرا. يعني اللي بيستهدف السياحه البيئيه او السياحه العلاجيه مش بالضروره يشوف اعلان متكامل عشان يلاقي فيه جزء ليه علاقه بهذا النمط السياحي. الاماكن اللي انا بوزع فيها، هل انا قادره ابث اعلانات في التلفزيونات الاجنبيه؟ هل انا قادره ابث اعلانات في الدعايه اللي بتبقى موجوده في الجيم او في المطاعم او كذا؟ او هل انا قادره اعمل ابلكيشن عشان استجلب بيه سياحه الافراد عوضا عن سياحه الجروبات اللي انا حتى ما عنديش تور اوبريتورز او يعني شركات تشغيل بره صديقه للسياحه المصريه علشان تقدر تخدمني في الملف ده؟ عندي سياحه اليخوت، سياحه اليخوت انا مش محتاجه ليالي فندقيه لانه اليخت موجود والسائح فيه، فانا مش محتاجه، فبلاش نعول كل حاجه على عدد الغرف الفندقيه المتاحه ورغبتنا في احنا زود. يعني الحقيقه هو الموضوع محتاج افكار تفعيل الحقيقه للمقترحات اللي موجوده، ومحتاج بنيه تشريعيه تخدم على ده بشكل كبير. طب خليني سوا هانم، عايز ارجع لحضرتك كمان للحوار الوطني وجلسات الحوار الوطني فيما لا وصل به الشق السياحي. ما المنتظر، ما المرجو من هذه التوصيات اللي تم رفعها في الجلسه النقاشيه الخاصه بمحور السياحه؟ يعني في تصوري ان الامانه العامه هتجمع المقترحات، لان هم كمان كانوا طلبوها مكتوبه تسلم الامانه الفنيه علشان ضيق الوقت، لو الناس ما قدرتش، دي سنه
سنتها تنسيق الشباب الاحزاب والسياسيين في جلسه الحوار السياسي عن النظم الانتخابيه ان احنا نودع الملف في الامانه الفنيه، هياخدوا المقترحات وهيفرزوا كل المقترحات. اعتقد ان هي لما ترفع للقياده السياسيه هتكون مقسمه ما بين قرارات وزاريه تنفيذيه وما بين مقترحات تشريعيه تحال الى مجلس النواب فيما بعد، ويتم التعامل مع الملف فورا علشان المواطن يحس انه في جدوى من هذا يعني هذه المنصه الهامه للحوار الوطني. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده النائبه سهى سعيد وكيل لجنه السياحه عضو مجلس الشيوخ امين طبعا تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا